الصحراء مغربية مغربية، الصحراء مغربية مغربية مغربية، ويموتوا الأديان واللي اللي ما بغاش الصحراء يموت يا العدو، ويموت يموت يموت يموت. نصف احتفال، هكذا كان القرار. فمع توجه عقارب الساعة نحو 12 ليلا، كل المواطنين سوف يكونون في منازلهم، وقبلها بقليل ستغلق كل المطاعم والملاهي وستمنع أي احتفالات. قرارات استقبلها أصحاب المطاعم والملاهي وكذا منظمو الحفلات والمغنيون برضا متفاوت. احنا مع القرار تاع الحكومة واللي درت الحكومة احنا معها، وان شاء الله نتقاتلوا باش نقتلوا لنا هذا الوباء. هي اضطرت حنا بزاف، ولكن احنا مع القرار تاع الحكومة ما عندنا ما نديرو. مزيان لا باقي الحركة كي تنقولوا بالدارجة المراكشية، باقي الحركة ميتة، ما كاينش هذيك الحركة اللي كنا تنعرفو من قبل، والبناني كي كنا تندوزو رأس السنة. وراه كتعرف كتعرفوا المغاربة البناني راه كان تيدوز 100%. دابا هادي عامين البناني دايز 10%. بالدارجة المراكشيين تيكون البناني تيكون مبلبلة مبلبل بزاف. و كتعرف الجميع السياحة الداخلية والسياحة الأجنبية كلها تنقصات، وجميع وتعرف الجميع مراكش عزاز السياحة والسياحة الداخلية، ولكن الحمد لله احنا مع القرار الحكومة. قطاع تنظيم الحفلات هو الآخر كان يرجو الفرج، لكن أملهم أن تتحسن الأحوال عما قريب. وهو صراحة هذا القرار جاء مفاجئ نوعا ما، واخا هو قرار من واحد الجهه انه مزيان في صالحنا، ومن واحد الجهه ثاني ما في صالحناش. الا نقول لك في صالحنا هو غادي يدير بزاف ديال الحوايج، منهم انه غادي تنقصوا عدد الاصابات، وحنا مع الحكومه في هذا الشيء، في التدابير الاحترازيه اللي خدات. ومن جهه اخرى ما في صالحناش ماديا، ما في صالحناش، كنا معولين عليه، كنا كنظموا حفلات، كيجيو عندنا ناس اجنبيين من على برا، تنظموا حفلات، كنديروا سواريات، كيجيو عندنا كندوزوا راس العام بخير وعلى خير، وتيمشيو فرحانين، بحكم انه كما كيعرف الجميع انه المطارات مسدودين والفول ما كاينش. يعني هذوك الناس اللي كانوا عوالين يجيو مريزيرفيين عندنا شهر هادي وشهرين هادي، نقولوا يا شهرين ماشي حتى شهر هادي باش سدوا المطارات. حنا عندنا ريزيرفاسيون ديال شهرين، جايين عندنا الناس باغي يدوزوا الحفلات ديالهم هنايا راس العام، باغيين يدوزوا في مراكش، ومعولين انهم يجيو. بعد القرار اللي خداتو الحكومه ديال انها تغلق المطارات والرحلات الجويه تزيرو، يعني هما غادي يدوزوا الصواريات ديالهم ديال راس العام والبوناني في بلادهم، وحنا غادي ندوزوا في بلادنا. لا كلشي كيعرف هذه القضيه، حنا في الحجر الصحي راه ما خدمناش كاع، راه كنا كنخدموا الى عقلتي حتى ل 8 ديال الليل، وكنسدوا ما كاينش الناس راه حتى ل 8 الليل عاد تيخرجوا، حنا راه 8 الليل كنسدوا، فهمتي؟ وملي كاع خرجوا لنا حيدوا هذا التنقل الليلي، وطلقوا لنا الصواريات حتى زعما طلقوا لنا التوقيت، حتى الجوج ديال الليل، شويه بعدا بان واحد شويه ديال الضو. حنايا مع قرارات الحكومه غادي تدوز كاي راس سنه داز، غادي تدوز بخير وعلى خير ان شاء الله، غادي نساليو كما قالوا مع 11 وغادي يمشيو في حالنا، ندوزو كل واحد غادي يدوزو مع وليداتو مع عائلته مع والديه. كنتمناو ان شاء الله في راس السنه وهذا العام الجاي اللي يدخل علينا يترفع علينا هذا الوباء بصفه نهائيه، ونرجعوا لحياتنا العاديه، ونخدموا كما موالفين، ونكونوا بخير وعلى خير، ويجيو خوتنا اللي لا وتلقوا المطارات، ونضموا حفلات ديالنا، ونكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هي اش غادي نقول لك خويا، هو ضرر صراحه، ضرر كبير صراحه، ولا تضررنا بزاف. ولكن شنو غادي دير، حنا مع القرار ديال الحكومه،
اللي قالته الحكومة هو اللي كاين، وخا بزاف ديال لي زارتيست والفنانة بحالي يعني تضررنا بزاف صراحة لله. وكنت كنا كنضم صوريات قبل كورونا، كنا تبارك الله كانت عندي العام اللي فات راه دير بوم في مراكش، في مدينة مراكش كنت في السونتريز العالمية عند المعلم عبد الله اللي من هذا المنبر أقسم بالله كنقولها دائما كنوجه له تحية. هو اللي لقيت في مدينة مراكش فرق كبير، فرق كبير بزاف أخوي ما بين الأعوام الأخرين وهاد الأعوام اللي دوزنا في هاد كورونا، فرق كبير بزاف. كاينين الناس تضرات بزاف الله يحسن العون، كاينين الموسيقيين تضروا بزاف، موسيقيين تبارك الله كبار تضروا بزاف يعني تضروا. والله أنا كنعرف ناس صحابي والله العظيم باعوا لي زورك ديالهم، باعوا بزاف تاع الصوالح والله العظيم. مع احتراماتي لجميع المغنيين جميع لي زارتيست اللي كيخدموا في الملاهي اللي هي احتراماتي ليهم، حنا تضررنا بزاف خويا العزيز والله. لا شوف خويا العزيز هذه مزيانه هذا الموضوع جبتي معايا، شت نقول لك حاجه والله خويا العزيز، لي زارتيست اللي يخدموا في الكباري والله هما لو برومي اقسم بالله، دي زارتيست كبار راه لي زارتيست الكبار الفنانين الكبار بداوا من الملاهي الليليه. نتحدى اي واحد في هاد الهضره، لي زارتيست الكبار بداو من الملاهي الليليه. ورا دابا كنشوفو دي زارتيست اللي معروفين، دي زارتيست معروفين كاينين في الملاهي الليليه، كيجيو انفيتي كيجيو بزاف. الدراري اللي في الملاهي الليليه تبارك الله كاين دراري واعرين، كاين تبارك الله دراري زويونين، دراري كيما نقولو غير الزهر، الزهر اللي ما كاينش خويا العزيز هذا ما كان. كاينين الدراري تبارك الله طوب 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 بزاف. خويا العزيز غادي نقول لك هو الغناء مازال ما بداش، مازال ما كيناش الموسيقى، مازال ما كيناش الموسيقى خويا العزيز. وصراحه لله الوحيد اللي لقيت مد لي اليد ديال المساعده وكنبغي نشكره بزاف وخيره سابق عليا بزاف، هو المعلم عبد الله اللي معروف في مدينه مراكش، اقسم بالله معروف في المغرب كامل بالجود والكرم. هذا الشيء اقسم بالله كنقوله من القلب ديالي، وراه الناس اللي كتعرفني راه عارفه شنو كاين يعني لي واحد اللي يدي المساعده كثيره بزاف. يعني شوف خويا دي نقولها لك، كنت جيت لمراكش خويا العزيز كان ما كيعرفني حد والله العظيم، ومشيت عنده المحل ديالو وصيفطوني ناس، مشيت عنده قال لي مرحبا بك وخدمني في بلايص كبار والله العظيم، خدمني في مراكش وفي كورونا. يعني شوف فوقاش كتلقى الانسان، فوق الحزه هو اللي كتلقى الانسان. انا لقيت المعلم عبد الله في هذيك الوقت ديال الحزه ديال كورونا، لقيته مدة عامين وهو مسكين معايا ومخليني مخصوص تمشي حاجة، لهذا كنقدم له جزيل الشكر وكنقول له أنا كنموت عليك خويا العزيز وديما معاك تلموت. إجراءات مفادها الحفاظ على مكتسبة الحرب ضد كورونا، والأمل وكل الأمل نسيان هذه الكلمة والطي مع صفحتها. الصحراء مغربية مغربية، الصحراء مغربية مغربية مغربية، ويموتوا الأديان واللي اللي ما بغاش الصحراء يموت يا العدو، ويموت يموت يموت يموت. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.